اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع الاسطوره بيج رامي. هبتدي من البدايه، يعني خلصت دراستك وكنت برضو لسه مهنه الصيد بتلعب كمال اجسام شويه، دورت زي اي شاب مصري ملايين الشباب على عقد بره، جالك في دوله الكويت سافرت. احكي لي بقى من البدايه. شوف، خلينا نقرر شيء مهم جدا، مفيش نجاح من غير صعوبات. علشان الناس بس تكون كلها حاطه، الناس اللي بتواجه صعوبات في بدايتها ده اكيد وراه نجاح، بس انت يبقى عندك الاصرار والعزيمه ان انت تواجه ده بكل شجاعه وبامل ان بكره ان شاء الله احسن بكتير من النهارده. دي قاعده لازم لكل الناس اللي عايزه تنجح في حياتها. صحيح. انا زي اي حد بيسافر في البدايات، كانت بدايات صعبه جدا، يعني بلد غريبه، عادات غريبه، مكان غريب عليك، وانت معكش المؤهلات ان انت تتعامل مع مجتمع مختلف عنك بكتير. لكن الحمد لله كان ربنا يعني برضو سند ليا طول الوقت، يعني خلق لي ناس كانوا مميزين جدا واصحاب كانوا مميزين جدا وما زالوا يعني لحد النهارده هم بظهر وسند واخوات. وكمان كان ربنا اكرم في البدايات ان انا اتعلمت من ناس هناك حاجات كتير عن كمال الاجسام، وده كان المهم ان انت تثقل نفسك لو انت حابب تكمل في مجال انت حابه. طبعا انا اول ما رحت ما كنتش رايح على كمال اجسام، انا كنت بشتغل في مهنه اهلي برضه في الصيد، الى ان جت فرصه ان انا اشتغل في الحاجه اللي انا حابب ان انا ابدع فيها. ازاي جت الفرصه؟ دورت. يعني رحت. انت اللي بحثت كمان؟ طبعا. اشتغلت عندك؟ لا 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 لا. تمام. انا دورت في كذا مكان واشتغلت كلينر في كذا مكان يخص اللعبه، يعني حتى مش مدرب لان ما عنديش المؤهلات الكامله ان انا اعمل ده، مع ان قبل حتى ما اسافر من مصر من شغفي في الموضوع كنت بدرس فيه. برافو. لما رحت هناك قابلت راجل محترم وما زلت اذكره خير، كابتن بلال خزعل، شاب لبناني محترم جدا، علمني كتير في كمال الاجسام، هو كان بطل عربي عظيم يعني. اتعلمت من تحت ايديه حاجات كتير جدا، بس طبعا يعني انا كمان لازم طموحك اللي انت بتشتغل عليه كمان يكون ليه مردود في حياتك العمليه. بمعنى ان ما ينفعش تهدر وقتك طول الوقت على لمجرد شغف، هتيجي وقت وهتعطل، لازم تكون حاطط رجليك على الارض، ان هي الـ 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 الطريقين يكونوا ماشيين مع بعض. انا بكسب كويس جدا وكمان هحقق اللي انا نفسي اعمله كطموحات وحب للنجاح نفسه وقيمه النجاح. فانا كنت عايز امشي في الخطين دول، اهم حاجه ان انت تثقل نفسك عشان تقدر تكمل فيه حتى لو هتفيد غيرك او تشتغل في المكان المهم يعني. فاشتغلت بعد كده مدرب في النادي اللي انا كنت بشتغل فيه، كان اسمه هارد روك في الكويت. سبت الصيد بقى خالص؟ تمام. تمام. وبعدين اشتغلت عندهم فتره لا باس بيها حوالي 9 شهور. المردود المادي كان شويه ضعيفه، حاولت ادور على مكان احسن. وكمان سؤال. انا عايز اقف هنا. المردود المادي اللي كان بيجي لك من شغلتك او امتهانك بقى لكمال اجسام كان اكبر ولا اقل من الصيد؟ اقل كتير من الصيد، كتير يعني، بلا مقارنه، يعني بلا مقارنه. عشان يعني توصل لحلمك ضحيت بفلوس في الاول؟ طبعا طبعا، لازم هي لازم التضحيات، يعني ما فيش يعني وهي المجازفه وعشب اللذات كل مجازف، يعني هي لازم الواحد يكون بيجازف ويقدر يبقى عنده الطموح ان هو يشتغل على نفسه. هيتعب شويه، هيتعب اكيد، لازم يتعب والا يبقى النجاح حتى ملوش طعم يعني. صحيح.